mom. Hey! والله بالخاطر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احمد وزردين رجعت لكم فيديو جديد ارينا الجلد يا حبيبي. في هذا الفيديو راح تشوفوا اسوأ نوع من لاعبين فورتنايت، النوع اللي برفع الضغط بنرفزك. بدون ما احرق الاحداث قولنا انتم تحت بالتعليقات ايش اكثر نوع بتكرهوه بفورتنايت، وبس ما بدي اطول عليكم اكثر. لا تنسوا اللايك والاشتراك واستمتعوا بالفيديو. Station. يا الله يبتاك. يا الله يبتاك شو بحل زي ناس في واحد هون ما بم حرام 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 وين انت انت وين انت وين انت وين حرام تشيلني عندهم بس ما لو اجت فيه تخيلوا استفاد هيل روح اقل من هناك يلا هيل وارجع اكتبني يلا اش طولها 2000 years later
خلاص هاي الانواع اللي جد الله يبعدنا عنها. مستعد يقول اربع ايام بقعد نفس البيت نفس البوكس تبعه ولا بتحرك. كيف بس عجبتك اللعبة هيك؟ هيك بتجنن اللعبة. هنقوم بس يا ابني والله النكتة. في واحد كان يطلق سنايبر علينا تعرف وين. والله من شايف انه معين علي مش منتبه هو انه معين علي. احا عسباس كيف طلع فوق مش فاهم. هلو مية هذا اشكال هيك بدها. في واحد طاير واحد بيطير. حلو هذا هذا تبدو الزومبي هذا معرك لازم نخلص منه. يا رب يكون هو اللي مات عارف والله. في واحد المشكلة هون بيجي خاطر ثلاثين بقول لكم في واحد هون ما طلق ضم ما طلق ايش. انا اوكي مش بنت الزومبي. حرام فكرت ما طارش والله. فيش بليزر من ورا الشجرة. ايه علينا لوين بدك توصل. يلا 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 ليتس جو.